السلام عليكم يا حاج. السلام عليكم وينك؟ مرحبا بك. مرحبا ولدي. انت معنا معناتها مباشرة على قناة الجنوبية، حبينا ناخذ رايك في الاسعار، برشا تشكيات مواطنين من الاسعار وغلاء المعيشة. انت يظل الساعة كنت تقضي، شنو رايك في الاسعار؟ والله باش كون معك انا الصريح، الحق نتاع ربي لا يسعر في المتناول. هي ما نكذبوش على رواحنا يا رسول الله، في المتناول ما ثماش حاجه نقولوا غاليه غاليه، الزوالي ما عادش ينجم يخلط عليها، هذه ما ثمش. الاسعار في المتناول؟ الاسعار في المتناول، عندك زيدي الفلفل الهامل بدينار يخدم، اش تحبوا اكثر من هكا؟ البطاطا الهامله تخدم ب 700، اش تحبوا؟ الطماطم زاد الهامله تخدم ب 500. غير الشعب مش عارف علاش ديما يتبكى ولا كاك احفظها له. شو ما فهمتكش، معناتها البطاطا الهامله هي تخدم قداه؟ ب 500. بطاطا ب 500؟ اي اي، والفلفل الفلفل الهامل بدينار. فلفل بدينار؟ اي اي اي، فلفل بدينار. قلت في المرشي توي كاني تو. فين هذا؟ في المرشي. فين؟ في موجود. غريبة معناتها، كيفاش؟ خلينا نمشي ونشري. كيفاش؟ شنو هي الغريبة؟ تو نقول هكا هو يقول لي غريبة. معناتها كيفاش كيلو الطماطم قلت لي بدينار وكيلو الفلفل شنو هو ب 500؟ كيفاش هذه؟ شنو؟ وعلى امي وعلى رقدتها. خلوا ديال تخلوا حتى انا في شكون نحدد. يا اخي شبيك بهلول ولا شبيك؟ يا كل كنت تقول كيلو طماطم بدينار وشنو؟ اوه يا وذني، خلو ذي اللي تخلو، تشبيك اخي؟ خمضيع انت ولا شبيك؟ توني قلت لك كيلو بدينار، مش تكذب لي وتقول لي في حديث ما قلتيش. يا ولدي انت تو سالت قلت لي البطاطا الهامله وشنو ب 500؟ يا ولدي يهديك ربي، يهديك ربي، راني نحكي على قرن الفلفل الهامل بدينار، على كعبه الطماطم الهامله ب 500، على كيلو، على كعبه البطاطا الهامله ب 700. هذا ليش نحكي؟ انت ريت تو حتى المواطن الهامل ولا يشري بالكعبه يا معلم، راه ما عادش خالد. وانا نحب نشكر الهمل اللي شادينا. اي نعم، هامل هامل. معناتها المواطن تو حاشاك الهامل كما قلت، معناتها يشري بالكعبه تو. يا ولدي هذاك هو بالكعبه، احنا قاعدين نتدرجوا راه. ما عادش خالتين معناتها الكيلو. ما عادش خالتين، مش نولوا الدرج، هاك تشوف. الدلاع ولا يتباع بالبرج، الدلاع يقسمها على ثلاثه ولا على اربعه. ها تو يجي وقت يولي الواحد زوز ياخذوا قرن فلفل هامل، يجي زوز يشاركوا في كعبه طماطم هامله. ماشي في الدرج يعني. معناتها مش بالكعبه، مش نولوا معناتها. بالكعبة وهذا إذا خلط. يا لطيف، معناتها وهذا كل منيش؟ معناتها يندرى مطر مع الصب ولا الأرض معاش تجيب ولا؟ ولاد عمي تحب الصحيح، والله خاتها الأرض. خويا راي كلهم من المارك اللي شادين، راهم زنوس، ما يحبوا يذروا حتى شيء يا ولدي، يحبوا ولدي يدبروا روسهم باش يقعدوا يسرقوا. هذه هي الحكاية الصحيحة. حبها معناتها قصدك؟ من راسها لساسة باش يدبروا روسهم. لكن إلى متى الوضع ضاي مش يتواصل؟ والله بصراحة تنجم تسأل الهمل اللي شادين، الهمل اللي شادين الحكم تنجم تسألهم هم يجاوبوك صراحة. لو تحكينا مثلا بخلاف الخضرة، نحكي على أسعار الغلة. الغلة؟ شبي؟ الغلة خويا كي نسمع كلمة الغلة تفجعها، والله نور على الشرس. شنو غلة؟ شبي يا معلم؟ كيلو المشماش ب 6000، وين ماشي يا باب؟ وين ماشي؟ ماش خالتين خويا، شكون مازال تلفت لها الغلة؟ اللي يحب تويكا ياخذ طرف غلة لازم يكون عنده شكون في البنكة ويكون عندك كتف صحيح باش يعطيها فونس، زيد يغرقها في الروج باش ياخذ طرف غلة. شبيك راهي غلة تحكي؟ كاع عارف انت اش تحكي توا، علاش تحكي؟ معناتها لازمك تكون مصاحب شيف اجور. اي اي، باش يعطيك باش نجم توصل للغلة. باش يسيبك معناتها؟ باش يسيبك في طرف غلة، مالا لا باهي تحسبها كاك. شبيك غلة راهي. باهي، ولا واسعار البنان اش نجم نقولوا عليها؟ شنو واش بك تضحك؟ والله تو وجه هذا، وجه بنان، ها؟ كاميرا خفية هذه، ها؟ لا ولا لا يا زعاد ولا لا يا ربي، كاميرا خفية وين تشوفها؟ مش كاميرا خفية. مالك شنو؟ سألتك على البنان علاش؟ تسأل فيه على البنان، يا أخي سهل باش تاخذ البنان، اللي يحب ياخذ البنان خويا عنده حل واحد، يمشي لبنك الزيتونة، مش تعمل قروض خاصة بالبنان. شو هذه معلومة جبتها أنت؟ إي إي، مش تولي مثلا أنت تجيب المزود تاع كيلو بنان وتسأل بنك الزيتون، البنك الزيتون هم اللي تكماد وهم يخلصوا لك، يسمى حلال. هاو سمعنا معناتها باش يرخصوا فيه في الفضائيات التجارية الكبرى ولا رخصوا ولا بدا؟ بلا يرخصوا فيه، هذه أنا ما تجدش عليهم باش يرخصوا فيه، تو بجاه ربي كان الدولة تو قررت باش ترخص فيه، علاش ما تستورداش هي وتبيعها هي؟ الواها الدولة تعمل فيها ولا تعديها على السراك باش يدبروا روسهم؟ دي واضحة الحكاية، ما تجدش عليني. باهي، بالنسبة لأسعار اللحوم معناتها والدواجن والله بالنسبة للحم ما نكذبش عليك،
ان شاء الله. انا مشيت البنك التضامن قدمت لهم الدوس نتاعي، عطيتهم اوراق وكل شيء. على شنو هو قدمت دوس يا شنو؟ باش ناخذ كيلو لحم. اي قدمت البنك التضامن وكل شيء باش ناخذ اللحم، تنبع علي الاوراق مازالت التمويل الذاتي، خاطر لازمك تمويل ذاتي ما فيهاش هذه، القروضات الكل فيها، ان شاء الله تنبع علي التمويل الذاتي على الاقل لكش عليا. تمويل ذات؟ اي لكش عليا تمويل ذاتي من حق اللحم. معناتها تحب تقول معناتها المواطن ما عادش خالط على اللحم. ما عادش خالط على اللحم، ما عادش خالط، مش بيك اللحم راهو خي لعبه هي تحسب اللحم راهو. باهي انت قداش لو تحكينا بصراحه قداش عندك ما كليتش اللحم؟ قديش عندك في الفطاش عندك تو بلاصه حاصيله من عرس الفرجين بالضبط من عرس الفرجين. عرس الفرجاني؟ اي وقت اخوي يذبح ارخه مصلي عني بيا لك الارخ اخوي. نفخت اللحم نفخت راهو اللحم مش بيك وسيبت هبره سيبت والله العظيم مشوه ويدم. معناتها من عرس الفرجاني ولد عمك ما كليتش اللحم؟ من عرس الفرجاني ولد عمي ما ذقتيش من عرس الفرجين. اللحم بقري معناتها؟ ايه الحم بقرا لا رجع مذبح ارخى هو. وخويا الناس تويك ما عادش خالط على العلوش، الناس الكل تكذب عليك تذبح في البقاري بالرغم راهو يعمل العذر، ما له ايش يعمل على الاقل هنا ينزل يشم ريحه الهبره، على الاقل ياكل شوي هبره باهي. يعني معناتها كليت اللحم؟ كليت لا الحق نتاع ربي كليت اللحم. شبعت الحم؟ شبعت الحمد لله ليك يا ربي، شبعت باللحم ونفخت اللحم يا ودي اللي شاد هكا اللحمه شادها ونغرد بالصوت والدموع هابط ونبكي يا نبكي يعني نبكي على اللحم ماني نبكي تاكل في اللحم وتبكي؟ ناكل في اللحم ونبكي خويا ناكل ونبلع ونبكي ناكل ونبكي. علاش تبكي بالضبط؟ نبكي على عشا تذكرتها، عشا المكلاش اللحم اللي بكي عليها البيج تذكرتها. حتى سالت الفرجاني ولد عمي قلت له برا جيبها خل تاخذ حتى شوي هبره، قال لي الله يرحمها وجعتني. يعني معناتها تحب تقول مواطن ما عادش خالط معناتها على اللحم معناتها العلوش زاده معناتها يظل ينسوه كان في العروسات ولا حتى العروسات ما عادش. خويا انا علوش يهديك ربي شبيه يا اخي نورمال انت علوش راهو شبيه شكون مازال يخلط العلوش؟ ني هذا العلوش ولات نحلم بيه والله ولات نحلم بيه العلوش. كيفاش بالضبط؟ كيفاش نحلم؟ برح الدوله برك نحلم ني ما تعدي كيما هكا من قدام الجزار خويا نخذر لك الزقيطه نتاع العلوش تتدرجح كيما هكا بغير ما نشعر في الحلم هكاك شبيت وحدي سبحان الله. يقول لك الواحد راهو سبحان الله خويا قدمت لك الزقيطه كيما هكا وشديت خويا بديت نبكي وبديت نغرد وبديت نبكي معناتها محمل الزقيطه بتاع العلوش وتبكي. محمل الزقيطه وني نبكي خويا ونبكي ونغرد بالصوت نغرد بالصوت خويا ونشدتني الشهاقه هكا اش بيك راني قعدت تقريبا درجين في الحلم وني نبكي هكا خويا ما نخطر هكا العلوش هز راسه كيما هكا وخزر لي قال لي ما تبكيش يا توهامي نتقابلوا في الجنه. فكتك ساعه فكت من الحلم. البعض يقولوا معناتها في عهد بن علي كانت الاسعار ارخص، شنو رايك؟ والله صحيح كما قالوا في عهد بن علي الاسعار كانت ارخص، اما الحق نتاع ربي هنا كنا ارخص منها باش نكونوا واضحين. باهي لو تحكينا انت تو كنت تقضي ظل. هاي كنت نقضي. اي معناتها انت كنت في المرشي. يا ودي مش في المرشي يا رسول، تو نقول في المرشي يقول في المرشي. ما فهمتكش بالضبط. كنت نسرح. تسرح؟ اي. لقيت في عشي لقيت في ماكلتي لقيت في ماكل. اي معناتها تقضي من المرشي. يا ولدي نسرح في الغاديكا في الحماده لقيت فيها قدامك. ها اي ورينا ايش خذيت. وريك ها سيدي ها باش نوريك شيحت لي ريق يا رسول الله. هاي كعبه بك ها ريت هذه بك ريت هذه تخزن هذه تتصبط بشوي ميه وتحط فيها شوي ملح كيما هكا عسل وتزيدها شوي كمون كيما هكا تولي ها ودي ذوق برك قنري شد هكا شد كول هكا يا بارك الله فيك. شوي تيلم شوي حشيش شوي واحد كل شيء متوفر شوي قراسه شوي كل شيء هذا الواحد يشبعوه ويحل حتى عليه فتره هذه فيها بنا الكالسيوم فيها البوتاسيوم فيها كل ما نافع غير هنا ما نعرفوش ناكلوا وش خير من واحد يسرع على فمه وماكل واحد ها جيجاكو ها شوي ها شد هاك. لا بارك الله فيك. بارك الله فيك. ريح روح خلص هاك عرفتي. لا والله بارك الله فيك. لا والله خلص ها شد شد مش باين الأحباب وخيان قاسم بن حسين انا قاسم موجود طيب
هاتوش نتعيطكونا؟ باهي. أنت مدام فاطمة حجري هكا وولدك قبيل. فاطمة العادي. العادي. باهي تعيطينا سي قاسم؟ باهي بكي لحظة. البرنامج اسمه الحبيب على الباب ونجيبوا لك معانا عبد يلوج عليك عنده سنين معناتها ونجيبه لك نحن حتى الباب الدق عبد اي ثم انسان يلوج عليك تاكي نقدموا الحصه تو تفهم الحكايه شنو جايك حتى الباب الدار معناتها الحبيب على الباب نجيبه لك احنا حتى الباب الدق لازم تقدم عسلامة ومرحبا بكم في برنامجكم الحبيب على الباب كي العادة والعويد معنا الأستاذ المحامي المختص في القضايا الاجتماعية طارق الريابي ومعنا لوليت الصغير وبوه سي محمد اللي رباه ومعنا تويكا سي قاسم بن حسين هكا ولا؟ اي نعم مزوج مدام فاطمة هكا ولا؟ اي نعم عندك وليد اي وممثل مسرحي اي احنا اليوم جبنا لك ولدك اللي فركس عليك لا لا ها وليد اخر يفركس عليك جاي تويكا هو والراجل اللي رباه تنجمو تجيبوه لنا الراجل اللي رباه ما عادش نجم يخدم خاطر ظروفه الاجتماعيه. ولد شكون؟ ولدك انت؟ لا انا بيك تعودين مش قادر تعمل لي. بلا برسالة لا ساعة ما تصورش. مانيش قادر نصور خلينا نحكيو مع المكلمة. هذايا جمعية أبناء المفقودين ثم ما عنديش ولا يدير باسمك انت مانيش جايين راهو نتبلاو معناتها من دون كل شيء خلينا نجيو كيفاش معانا الأستاذ طارق الريبي محامي ثم نشوف شنو درت لازم. خليها بحذينا المدام علاش خليها بحذينا نسيلو. علي نفصل لك يا رسول الله يا مش ساي البرنامج هذا حبيب على الباب هو جات المدام جات البرنامج هذا هي عملت حياتها قالت اخويا دلتنا عليك انت وفما تقارير وفما كل شيء امور الريقله سامحني خلينا نكملوا فهمتي هذا البرنامج جات قالت لي جينا كنت ها السيد جاب ولده نجم يكمل معك اذا كان هذا هذا ولدك انت هذا هو يقول اذا كان انت مدام صحاش نعملوا تحاليل وان كان هو هذا نعملوا تحاليل خويا وكان انت امورك ما تتبعكش صباك انت تبعك لمدوا الحكايه ما كنتي ممثل مدام مدام سيد فنان لمدوا الحكايه اللي غير ما يسعوا من الناس كيف يجي وكيكا لمدوا الحكايه مدام فما امور قانونيه احنا مدام أربع سنين فما امور قانونيه ما نتعداوش انت فيش عايش خويا ما هوش فيش يا قاسم حاجه تفضل حاجه تفضل لا يعني بتفضل ما شفتش ما تفضل شو اسمه الوليد؟ قول له شو اسمه انت مسميه ولا انا مسميه؟ ما كنت مسميه شنو مسميه؟ شو اسمك؟ شريف انا ابوك؟ هو ما يعرفش انا ما يعرفش هو انا ماخذ من مركز رعاية الطفل اي والمركز رعاية الطفل هم اللي دلوني انا تعبت جمعة كاملة وانا لوجه حتى خلطت التلفزة مقيد باسمه هو نحبه مش يعطيه لقب هكا هو كان هذا برقاسم بن حسين توا انا نجيب التلفزة جابتني للدار لهناك هما يعرفوا كل شيء عليه اي توا انت كنت قلت جاي للتلفزة توا معقول البرنامج هذا البرنامج تصوير يزي عندها تصوير عملك مشكلة هاي ياك هو تصوير عندها بس تصور مرة بس شنو مش معقول هكا تعملها مش تحطونا في التلفزة مش تنشرونا مش نو ما نقدرش تنشرونا في التلفزة هكا لك امور قانونية ودرا شنو تحليل جيني يعني مش لا مانيش
معاك الوليد اخويا ما تحبوش خليه وحدك ونعملوا التحاليل شنو خليه خليه الوليد خليه ما اسمع امه ما عادش تقبله شيء وعندها عمش حاجة شنو فما تحاليل ما انا فما شوف فما تحاليل وفما امور كل شيء بالقانون جيب تحاليل يبقى يا ريت يلا وين ما بيصير نخبو ليه انت بالحق عملها شنو يا ولد هذا هاك ولدك هذاك ايه ما نشكون هذاك تسر فيا انا يا سلمى ايه انا فيك انت قال لك ولدك وعندك تحليل جيني وعندك اوراق باش نعملوا تحليل مو مش عملنا لا باش نعملوا تحليل اما مقيد باسمه في المضمون باسمه خاص ايه معناتها انت عادي اسمك امورك واضحه في باليش كيفاش في بالك في باليش من كنت برا خويا سامحني برا وين انت امشي تنقول لك وين تمشي برا امشي اسمع 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 ما تدزني تزوج لقب نتاعك انت للوليد هكا برهز ولدك ولا شكون يعرف عليه منين جبت ما سارح مرتك عليه ما تسارح اللي انت عاملها العمل عليه خير فهم روح رم عليه كم ربي انت جايب لي جايب لي التلفزه جايب لي هذا ما انت معقول هكا كبده 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 قانوني لا كبده ها ولدك كبده ومنين جبت انت مرتك انت ما تهزوش عندي قالت لنا اليوم طفل عمره 4 سنين لا سامحني ولد وغير هو سامحني خل نفسر له عشان ولا ولد مش لا ها